بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. إن شاء الله النهاردة معنا الحلقة الثانية من تعلم أو من كورس تعلم اللغة الإنجليزية، وهنبدأ طبعا زي ما بدأنا الحلقة الأولى بالليترز A B. النهاردة إن شاء الله معنا letters C and D. طبعا بالنسبة للليتر C capital C small، طبعا اتجاه الحرف زي بنبدأ كأننا بنعمل circle دايرة زي ما احنا شايفين كده، السهم بيمشي من فوق لننزل لتحت، وعندنا السي سمول زي السي كابيتال، ولكن السي سمول صغيرة، السي سمول صغيرة والسي كابيتال كبيرة. يبقى عندنا لو جينا نشوف الليترز او حرف السي اتجاه الحرف كأننا بنرسم دايرة بس مش بنقفلها اهو، والسي كابيتال زيها بالظبط بس بتبقى ايه سمول صغيرة. يبقى اتجاه الحرف من فوق وانزل لتحت، السهم او اتجاه الحرف بتاعي من فوق لتحت زي ما احنا شايفين المنظر، سي كابيتال وعندنا سي سمول اتجاه الحرف. طبعا ده بالنسبة لاتجاه حرف السي. نتعرف بقى على حرف السي. لو طبعا معظمنا بتلخبط في نطق حرف السي ما بين سي او كي، هنتعرف عليه النهاردة واحنا بناخد الحرف. طبعا زي ما احنا شايفين حرف السي، حرف السي كابيتال سي سمول، السي كابيتال سي سمول والسي سمول. امتى بنطق حرف السي كابيتال سي وامتى بنطقه كي؟ لو جينا نشوف معانا حرف السي كابيتال سي سمول، ينطق كي وينطق سي، ينطق كي وينطق سي. بالنسبة لحرف السي بتنطق سين، بتنطق سين أو باللغة العربية سين، إذا جه وراه الليترز الحروف اللي هي آي يعني بتنطق. بالنسبة للحرف سي كابيتال سي سمول، عارفين إن هو بتنطق سين أو بنطق في الكلمة سي أو كي. إمتى ينطق حرف السي كابيتال أو السي سمول؟ بتنطق سين مع ثلاث حروف فقط، بتنطق هنا في الحالة دي سي، يبقى ثلاث حروف فقط بينطق فيها السي، بنطق كحرف الاس او سين باللغة العربية اذا جه وراه الليترز، يعني اذا تبع بحرف ال اي او الاي او الواي، ثلاث حروف فقط منهم اي او اللي هم اي اي واي فقط ينطق هنا حرف السين سين. زي ما اقول مثلا رايس، رايس رايس يعني أرز، رايس R I C E، شايفين كده رايس جي وراه حرف الـ حرف الـ E، فأنا قلت هنا رايس رايس ما قلتش رايك. أو ممكن أقول مثلا زي كلمة سيتي مدينة، سيتي اللي هي مدينة، طبعا حرف السي جاي وراه I فهنا نطقنا السين سين. أو ريسايكل، ري أو سايكل يعني عموما كلمة سايكل أسهل، سايكل يعني ركوب الدراجة، هنا بقول سا سا سايكل. يبقى حرف السين، حرف السي كابيتال سي سمول، بتنطق سين أو ينطق سين في حالة ثلاث حروف فقط بيجي ورا الاي أو الاي أو الواي، الاي أو الاي أو الواي. هنا في الحالة دي حرف السي بينطق سين، زي رايس رايس بقول رايس وليس رايك، سيتي سيتي مدينة ما قلتش كيتي، سايكل سايكل يعني يركب الدراجة ما قلتش كايكل. يبقى معنى كده ان رايس او سيتي او سايكل، طبعا هنا حرف الاي وهنا حرف الاي وهنا حرف الواي، يبقى هنا حرف السي بينطق ينطق ايوه سين وليس كي. اما اي حرف تاني، اي حرف تاني ياتي بعد حرف السي كابيتال او السي سمول فينطق حرف السي على انه حرف الكي. يبقى اي حرف غير الحروف الثلاثه اللي احنا ذكرناهم فيهم ينطق حرف السي كي، زي كار سياره، حتى لو حرف السي نفسه، يعني لو حرف السي جه وراه سي يعني بقوا دبل سي، فالاولاني بنطق كي، الاولاني بقول فور اكزامبل، يعني اما اقول مثلا اكسيدنت اكسيدنت، شايفين كده الكلمه، تعالوا نحللها كده مع بعض. انا عندي حرف السي الاولاني
جاي وراه حرف السي، عشان كده قلت اك اك. اما حرف السي التاني جاي وراه اي، ومن الحروف اللي بتنطق سين، فقلت هنا اكسيدنت. اكسيدنت يعني حادث، اكسيدنت. يبقى اي حرف ياتي بعد حرف السي، اي حرف ياتي بعد حرف السي ما عدا التلات حروف اللي انا ذكرتهم، فحرف السي بينطق كي، بينطق فيها كي، ما عدا طبعا في حاجات بسيطه زي سي اتش بتبقى تش. يعني لو انا مثلا جالي الحرفين دول سي اتش، طبعا بنقول تشير تشير فور اكزامبل تشير، سي اتش هنا بتبقى تشير، ولو السي طبعا هنا تشير السي اتش بتتنطق تش تش تشير، او ممكن تبقى كي، ممكن ناخد الشكلين، ممكن حرف السي اتش هنا تاخد نطق ستش او تاخد نطق الكي، زي مثلا اما اقول كيمست، كيمست يعني صيدليه، كيمستس كيمستس اللي هي الصيدليه، انا بقول كيمستس، انا قلت هنا كي كي. يبقى سي اتش دايما عموما حرف السي اذا جه وراه اي حرف ما عدا التلات حروف اللي انا قلتهم دول بتنطق كي، ونستثنى من كده سي اتش منطق، ممكن تنطق تش على بعضها تشير، او ممكن تنطق كي، ممكن تنطق كي، او ممكن تنطق تش. يعني هنا سي اتش هنا اتنطقت تشير، يعني هنا خدت تش، او كي نطقت هنا بتساوي حرف الكي في النطق. يبقى عندنا حرف السي عموما في شويه نوتس كده عليه واحنا بناخده. تاني مره تانيه كده نراجع اللي احنا قلناه، السي كابيتال سي سمول، اتجاه الحرف من فوق لتحت كاننا بنرسم دايره وما بنقفلهاش. بالنسبه لحرف السي كابيتال سي سمول، ممكن ينطق سي، ممكن ينطق سي او ينطق كي، ممكن ينطق سي او ممكن ينطق كي، هنا بيساوي في النطق سي او اس، يعني بياخد نطق حرف الاس، او هنا بينطق كي، يعني هنا السي بتنطق كانها كي. طب مين يقول لي امتى بنطق السي اس او على انها سين؟ لما يكون وراها الاي او الاي او الواي فقط، اي اي واي، هنا الحرف السي بتنطق سين، زي رايس سيتي سايكل. اما لو جه ما وراه اي حرف حتى لو السي نفسه فبنطق كي. وافضل يعني شيء وصل لنا المعلومه كلمه اكسيدنت، اك السي جاي وراها سي، فالسي الاولانيه اتنطقت كي، اما السي الثانيه جاي وراها اي فاتنطقت سين، عشان كده بقول اكسيدنت اكسيدنت. اما لو جه وراها سي اتش ليه طريقتين، لا اما يتنطق تش زي تشير teacher teacher، او يتنطق كي زي chemistess chemistess يعني صيدليه. طيب بالنسبه للسي كابيتال سي سمول، لو احنا معانا الكراسات بتاعتنا كلنا نتتبع حرف السي كابيتال سي سمول ونكتبه في النقط. شايفين حرف السي كابيتال؟ تعالوا مع بعض نشوف هنكتبه ازاي. السي كابيتال هيبقى كبير عندنا، ايوه ده حرف السي كابيتال، شايفين المساحه بتاعته بتملى كل الفراغ. اما السي سمول بتبقى صغيره، طبعا زي ما احنا شايفين السي سمول صغير اهي، دي السي سمول. مره تانية السي كابيتال كبيره، السي كابيتال بتاخد مساحه، لو عندنا اربع سطور بتاخد مساحه من واحد لثلاثه، لما السطر الاول للثالث. اما السي سمول بتاخد مساحه السطر الثاني والثالث اهو التاني، وما تخرجش بره السطرين، السي سمول قاعدة جوه من بين السطرين. يبقى السي كابيتال سي سمول، سي كابيتال سي سمول. طب ايه زي ايه السي كابيتال؟ زي كامل، كامل يعني جمل، كامل يعني جمل، سي اي ام اي ال. مرة تانية كامل، سي اي ال، كامل يعني جمل، سي اي ام اي ال. عايزة مع بعض نحفظ كلمة جمل، سي اي ام اي ال. مرة تانية جمل، سي اي ام اي ال، كامل، كامل يعني جمل، كامل كامل.
camel c a m e l camel c a m a l corn corn يعني ذرة corn يعني ذرة c o r n corn يعني ذرة c o r n corn corn يعني ذرة cat cat يعني قطة cat يعني قطة cat cat يعني قطة camel camel c a m e l camel camel يعني جمل c a m e l هو كان سبيلتها من يغمض عينه وقولها لي camel c a m e l camel corn 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 يعني ذرة c o r n c o r n cat cat يعني قطة c a t طب مين يديلي كمان سيارة car c a r سيارة car c a r سيارة car c a r ايه كمان عندنا كيكة كيك c a k e كيكة كيك c a k e يبقى كلمات بحرف c مرة تانية camel camel corn corn cat cat car car كيك كيك يعني كعكة طبعا دي كلمات بحرف السي تعالوا نشوف مع بعض حرف الجي كابيتال دي سمول جي كابيتال دي سمول عايزين مع بعض نشوف اتجاه حرف الدي بنعمل واحد وبعدين بنقفل من فوق لتحت مرة تانية واحد وبعدين نقفل من فوق لتحت الدي سمول كأن بعمل حرف السي وبعدين بطلع وانزل لتحت مرة تانية نشوف مع بعض أيوة بعمل واحد أهو وبعدين بقفل من فوق لتحت وبعدين الدي سمول كأن بروح عند حرف السي وبعدين بطلع لفوق وانزل لتحت يبقى السي سمول أيوة بعمل دايرة أهو وبطلع لفوق وبنزل لتحت دي اللي بنسميها دي سمول يبقى مرة تانية دي كابيتال واحد مظبوط أهو وبعدين بروح عاملة قفلة كده بالشكل ده ده اتجاه الحرف السي سمول بعمل دايرة صغيرة وبعدين بطلع لفوق وانزل لتحت دي بنسميها دي كابيتال دي سمول يبقى الاتجاه زي ما احنا شايفين زي ما احنا شايفين عندنا كده دي كابيتال دي سمول لو جينا نكتب الدي كابيتال دي سمول مع بعض ونشوف خطنا فيها دي كابيتال وعندنا دي سمول دي سمول دي كابيتال شايفين اتجاه الحرف اهو انا عايزه الاتجاه زي ما احنا شايفين الدي كابيتال بتاخد المساحه من السطر الاول للتالت اما الدي سمول بتاخد عندنا المساحه منين ايوه بتاخد المساحه من السطر الاول للثالث ولكن الدي الحرف السي كده بتاع الحرف دي سمول بيبقى بين السطرين زي دي سمول بالظبط يبقى دي كابيتال وبعدين الدي سمول دي كابيتال دي سمول دي كابيتال دي سمول زي ما احنا شايفين دي كابيتال دي سمول تاني دي كابيتال اهو تاخد المساحه والدي سمول دي كابيتال دي سمول دي كابيتال دي سمول شايفين كده الوش بتبص عليها كده يعني داخله كده دي كابيتال والدي سمول بتبص على دي كابيتال ناخد بالنا الدي كابيتال والدي سمول بتبص عليها دي كابيتال والدي سمول في ناس بتتلخبط ما بين الدي سمول والبي سمول البي سمول بتبقى نفس اتجاه البي كابيتال اما الدي كابيتال والدي سمول الدي سمول بتبص كده على الدي كابيتال بتبص عليها زي ايه دي كابيتال دي سمول حروف كلمات زي repeat after me dog 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 يعني كلب dog d o g dog اللي هو كلب d o g dog 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 كلب d o g dog d o g مرة تانية dog d o g بطة دق d u c k بطة دق d u c k بطة دق d u c k اب دادي اب دادي يبقى اب يعني دادي d a دبل d y d a دبل d y دادي d a دبل d y دادي يبقى عندنا مرة تانية دادي d a دبل d y يبقى بطة دق
بطة دك دي يو سي كي دج 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 يعني كلب دج دي او جي دج يعني كلب دي او جي بطة دك دي يو سي كي دي يو سي كي أب دادي دي اي دي دي واي أو دي اي دبل دي واي ها هو كان يسبل دوج من يسبل لي دوج من غير ما يبص دي او جي مرة تانية دي او جي بطة دك دي يو سي كي دي يو سي كي أب دادي دي اي دبل دي واي. طالما معانا كده مع بعض نشوف كلمات تانية بتبقى حرف الدي زي دول دول يعني عروسة دول دول زيها برضو دولار دولار يعني الدولار الأمريكي دولار دوج طبعا اللي يحفظ دول يحفظ دولار دول دولار دول يعني عروسة دولار يعني دول يعني الدولار. في عندنا باب يعني دور باب يعني دول باب اللي هو دول دول دولار دور دول دولار دور. يبقى عندنا كم كلمة؟ ست كلمات. الشاطر اللي يحفظه مع بعض دج دج دي او جي دك دي يو سي كي دادي دادي يعني اب دي اي دبل دي واي او كلمة داد فقط دول دول عروسة دي او دبل ال دولار دولار دي او دبل ال اي ار دولار اللي يحفظ دول يحفظ دولار دور دور يعني باب. في عندنا برضو كلمة اب داد دي اي دي اب داد دي اي دي زي دادي او داد. ومن هنا وصلنا لنهاية الحلقة الثانية من حرف السي اند دي وتعرفنا على حرف السي وحرف الدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.